السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة أنا جايب لكم فيديو عبارة عن مجموعة من الكلمات الإيطالية المهمة اللي يعني بنحتاجها لما نكون مسافرين او واحد مسافر ايطاليا عشان يشتغل او في يعني الكلمات دي مهمه جدا يعني عشان السلام، عشان مثلا طبعا ما تقابل واحد الصبح بتقول له صباح الخير فمش عارف تقولها له بالايطالي ازاي، مقابل واحد بالليل تقول له ايه، الكلمات المهمه يعني واحد مثلا تقول له انا اشوفك مثلا قريب برضو الكلمه دي معناها ايه بالايطالي، هنشوف بعض بعدين مثلا، اسمعك مثلا بعدين لما تكون مثلا بتكلم واحد وعاوز تسمعه تقول له نسمع بعض بعدين، الكلمات دي كلها هنشوفها الوقت مع بعض. اسيبكم طبعا تسمعوه بنفسكم من صوت بيتكلم اللغه الايطاليه بالظبط بالظبط يعني، بس طبعا من اهم الكلمات اللي كل الناس عارفينها وممكن يعني تعرفوها انتوا كمان كلمه شاو ديت، شاو ديت يعني سلام. الفيديو ده عبارة عن كلمة وقدامها كلمة كمان بالانجليزي عشان اللي في عارف لغة انجليزية اكتر تبقى سهل عليه، يبقى اللغة كلمة الانجليزية قدامها الكلمة باللغة الايطالية تبقى سهل عليكم. يا رب الفيديو بتاعي ده يعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله هعمل مجموعة الارقام يعني ازاي الارقام من واحد لمليون او لمليار كمان، وهنجيب كمان ممكن اجيب لكم يعني بعض الفواكه المهمة بعض الخضروات المهمة، ممكن نجيب أجزاء الجسم الكلمات المهمة واللي يتطلبها أي واحد مسافر وكده وعاوز يتعلم أو يكون طالب مثلا كان بيدرس مثلا يعني في مصر أو في أي دولة عربية وبعدين جي حول بقى وراح مثلا سكن في دولة إيطالية، فالكلمات دي مهمة جدا له عشان يتأقلم في وخصوصا في أول شهر أو اتنين مع يعني زملائه في المدرسة مثلا، على الأقل يعرف الحاجات البسيطة عشان يقدر يعني يتعامل معهم. طبعا الأرقام لازم 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 نعرفها، الحروف لازم لازم الطالب يكون عارفها، يعني حاجات مهمة. يعني إن شاء الله نجيب لكم فيديو للأرقام، فيديو للحروف باللغة الإيطالية. ciao salve buongiorno buonasera buonanotte buona giornata buona serata buon pomeriggio ciao arrivederci alla prossima a presto ci sentiamo ci vediamo come va come sta come stai bene male per favore per piacere grazie prego scusi permesso buona fortuna congratulazioni ciao salve buongiorno buonasera buonanotte buona giornata buona serata buon pomeriggio ciao arrivederci alla prossima a presto ci sentiamo ci vediamo come va come sta come stai bene male per favore per piacere grazie prego scusi permesso buona fortuna congratulazioni ciao salve buongiorno buonasera buonanotte buona giornata buona serata Buon pomeriggio, ciao! Arrivederci! Alla prossima! A presto! Ci sentiamo! Ci vediamo! Come va? Come sta? Come stai? Bene! Male! Per favore! Per piacere! Prego! Scusi! Permesso! Buona fortuna! Congratulazioni! I saluti! I saluti. يعني الكلمات اللي بتقال في التحية. Ciao. Ciao يعني سلام. Salve. يعني تحياتي.
Buongiorno. صباح الخير. Buonasera. Buonasera بتقال مساء الخير. Buona notte ما بتقال ما نيجي خلاص رايحين ننام. Buona giornata. يعني يوم سعيد. Buona serata. Buonasera برضو بتقال اما نكون بنقول يعني ليلتك سعيده. ليلتك سعيده. Buon pomeriggio. دايما بعد الساعه 3 او 4 كده بنقول يعني بتقال يعني في وقت اللي هي بعد الساعه 3 بعد العصر يعني. شاو برضو بتقال في ما نيجي اول ما نقابل حد نقول له شاو، واحنا ماشيين برضو بنقول له شاو يعني سلام سواء في البدايه او في النهايه. وقريب ديرش اشوفك مره تانية يعني الا بروسما يعني برضو يعني قريب ديرش يعني باي باي، ونقول يعني ايه اشوفك تانية يعني الا بروسما اشوفك المره الجايه. ابريستو يعني لسه بدري. تشي سنتيامو يعني نسمع بعضينا، يعني ما يكون واحد مثلا بيتكلم مع واحد نقول اسمعك تاني. تشي فيديامو نشوف بعضينا، يعني مثلا اتقابلنا ببعض شوف بعضينا مره تاني. تشي فيديامو نشوف تاني بعضينا مره اخرى يعني. كومي فا ديت انت عامل ايه انت عامل يعني عاملين ايه. كومي ستا ديت برضو اللي عاوز يعني تعرف انت عامل ايه، بس بيكون فيها صيغه احترام شويه. اما تكون واحد انت عارف واحد مثلا صديقك بتقول له كومي ستاي، لكن واحد ما انتش عارفه الاول مره تشوفه وعاوز تسال هو عامل ايه بتقول كومي ستا او كومي فا. تمام، دي صيغه للادب، صيغه مؤدبه شويه. لكن ما تكون بين صديقك او حد تعرفه بتقول كومي ستا. بين لما تقول لما يكون الرد بتقول كويس. بين مالي لما يكون حاسس بالم او تعبان. بير فافوري او بير فافوري يعني لما يكون عاوز تطلب حاجه تقول بير فافوري اون كافيه، يعني ممكن فنجان قهوه ممكن كوبايه شاي. بير فافوري يعني من فضلك. بير بيتشيري يعني نفس تعتبر نفس السيستم، لما نيجي نطلب حاجه بنطلبها بادب بير بيتشيري بير فافوري ممكن كوبايه شاي ممكن بير فافوري مثلا اون كافيه يعني فنجان قهوه بكريديت كوبايه شاي جراتسي، يعني لما يديك حد يديك حاجه تقول له شكرا يعني بالانجليزي ثانك يو. بريجو تفضل. بريجو اسكوزي ما انت عملت حاجه غلط لازم تعتذر تقول اسكوزي. بيرميسو واحد مثلا مقابلك في الطريق او انت عاوز تعدي او واقف واحد مثلا انت مثلا واحد في واقف سكتك مثلا في سوبر ماركت وعاوز مثلا يعني مش عارف تعدي فتقول له بيرميسو بعد اذنك يعني ممكن تحرك بيرميسو. بون فورتونا يعني حظ سعيد. كونجراتولا ديت الكلمه ديت هي النوت بتاعت تقيل شويه بس هي بمعنى التحيات. كونجراتوليشن بالانجليزي. تمام، فدي الكلمات المهمه جدا اللي بنحتاجها للسلام. تمام، اللي هي ايسالوتي زي ما احنا قلنا كلمه شاو سالفا بونجورنو بوناسيرا بونانوتي بوناجورناتا بوناسيراتا بون بومريجيو شاو اريفيديرشي الا بروسيما ابريستو تشي سنتيامو تشي فيديامو كومي فا كومي ستا كومي ستاي بينا مالي بير فافوري بير بيتشيري جراتسي بريغو سكوزي بيرميسو بونا فورتونا كونجراتوليسيوني. دي الكلمات المهمه للتحيه. للتحية أي واحد أو أي طالب يكون جاي مثلا من أي دولة عربية وخلاص هيستقر هنا في إيطاليا لازم يكون عارف مجموعة الكلمات الصغيرة دي عشان التحية ونقدر نتعامل مع الناس، ويقدر لو هو يسأل على حاجة لازم هيقول له صباح الخير، لازم يقول له بونجورنو عشان يسأل على حاجة، مش يقول له حد اداله حاجة أو هيقول له شكرا. يعني كلمات مهمة جدا سواء لأي مثلا يكون طالب في المدرسة ولسه الأول مرة يجي لازم على الأقل يكون عارف مجموعة الكلمات دي. واحد جاي لشغل برضو لازم يكون عارف الكلمات دي. واحدة جاية مثلا هي وأولادها تعيش مع جوزها برضو في إيطاليا معاه هنا لازم تكون عارفة الكلمات دي عشان تقدر تتعامل مع الناس، ولو حابة تسأل على حاجة تقدر بس لازم تقول الكلمة. مثلا مش هتروح تسألي واحد كده اللي ما تقول له بونجورنو، وهو ما بصراحة ربنا بيحاولوا يعني بأبسط كلمة تقولها لهم بيحاولوا حتى بالحركة بيحاولوا إن هم يفهموك، يعني ما يعني الواحد ما يغزاش جدا منهم خالص، هم يعني معاملتهم كويسة جدا وبيحاولوا يعني بأبسط حاجة ويفهموك وبيفهموا بسرعة.
فيعني الكلمات دي مهمة جدا، عشان كده انا حبيت ان انا اجيبها لكم، يا رب تعجبكم ان شاء الله وتستفادوا من الفيديو ده. انا هسيبكم طبعا عشان تسمعوا النطق الصحيح صحيح 100% باذن الله معايا في الفيديو ده، وان شاء الله ان زي ما انا قلت هجيب لكم سلسلة الارقام والحروف وبعض اجزاء الجسم والحاجات دي، يعني ان شاء الله هجيب لكم الحاجات المهمة جدا، الكلمات المهمة، وبعد كده نحاول نجيب بعض يعني نبتدي نشوف اهم فعلين عشان لتعليم النحو بتاع الإيطالي ان شاء الله.